خلونا ناخد المداخلة دي ونعرف مزيد من الاحتفالات اللي موجودة في إنجلترا واللي هتمتد لليلة يوم الحد في كل الأماكن في بريطانيا. يعني قلنا الاحتفالات طبعا بدأت منذ الصباح، وواضح طبعا الشكل موجود والناس كلها واضح أنها محتفية بشكل كبير، يعني فكلمنا على الاحتفالات. صحيح صحيح، هو طبعا أجواء الاحتفالات يعني طاغية جدا على أغلب شوارع لندن وعلى مدن بريطانيا بشكل عام، والكلام ده بدأوا يتكلموا عنه من شهر يناير اللي فات لما بدأوا يعلنوا عن مسابقات في الرسم ومسابقات في طبخ أفضل كيك احتفالا باليوبيل البلاتيني لحكم أو لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية عرش البلاد. من فترة طويلة بدأت التحضيرات، والنهاردة شفنا عشرات الآلاف حول قصر باكنغهام بالاس يشاهدون الطائرات تحلق في سماء القصر احتفالا باليوبيل البلاتيني، وأيضا حوالي 1400 جندي مشاركين في الحفل، بالإضافة لحوالي 400 موسيقي وحوالي 200 حصان أيضا مشاركين في فعاليات وفقرات الاحتفال باليوبيل البلاتيني. ما يميز الشعب الإنجليزي بشكل عام هو احتفاظه بطقوسه واعتزازه بجذوره وبالتقاليد الملكية القديمة. يعني البريطانيون صعدوا للفضاء، ورغم ذلك حتى الآن يحتفون ويهتمون ويحتفلون بالنظام الملكي وبسلاح الخيال الملكي. ده أكيد واضح، واضح جدا من الصورة الاحتفالات، وأعتقد أن هما كمان كانت الاحتفالات مفروض تكون في فبراير، بس خافوا من برودة الجو واختاروا هذا التوقيت علشان الجو يبقى يعني أحسن. أنا عايز أسألك، بالأمس كان فيه شوية جدل كده في الصحافة الإنجليزية على أنه ممكن الملكة ما تقدرش تبقى موجودة في السرفة، وده برضو كان قالي الإنجليز عايزين يشوفوها وعرضوا عليها أنها تبقى موجودة على كرسي وهي رفضت تماما، يعني فواضح طلتها النهارده اسعدت كل الملايين اللي موجوده. بالتاكيد بالتاكيد، امبارح فعلا لحد امبارح كانوا بيقولوا ان في شكوك حول حضور الملكه للاحتفاليات، نظرا لان هي تعرضت لوعكه صحيه مؤخرا، وكان في مخاوف من ان هي لا تستطيع حضور هذا الحدث الهام، ولكن كانت المفاجاه النهارده ان هي قدرت تحضر، و وده كان يعني مسار فرح واهتمام عدد كبير جدا من البريطانيين اللي حرصوا على مشاهده الاحتفاليات والفقرات. وفي تقليد عندهم في كل الاحتفاليات الملكيه، الملكه بتطلع وبتلوح للجماهير من شفر القصر. هي قامت بهذا الطقس اليوم يعني، وكان شيء مبهج جدا ل عدد كبير من البريطانيين يقدر بعشرات الالاف. ايوه، ما واضح واضح جدا كلهم، وباكنغهام بالاس يعني كان متزين بالناس دي كلها، يعني واضح جدا. نعم. الكاتب الصحفي محسن حسني، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتركك لهذه الاحتفالات لانه التغطيه هتفضل موجوده لايام يحتفلون في كل مكان في بريطانيا.